أهلا بكم من جديد. ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن قام بتوجيه إشارات تخدش الحياة بالقرب من سيارة تستقلها امرأة، ونشر فيديو بذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت شرطة القصيم أنه إشارة إلى المقطع المتداول، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، مضيفة أن المذكور مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته للنيابة العامة.